هنعرف القاعات بتاعتنا اللي هنحب نحضر الورش اللي اخترناها ازاي. اول ما هينزل الجدول واسم القاعة فيها والتوقيت بتاع الورشة. فاحنا مثلا دلوقتي عندنا قاعة من القاعات اللي هيتم التنفيذ فيها قاعة كيلوباترا. قاعة كيلوباترا فيها على مدار اليوم من الساعة 9:15 صباحا لحد اخر اليوم مجموعة من اللقاءات وورش العمل اللي هيتم تنفيذها. انا هبقى مختار مثلا الورشة الفلانية بتكلم عن موضوع فلاني، هبقى عارف اسم الورشة، مين اللي بيقدم الورشة، وموجودة في انهي قاعة والتوقيت بتاعها. بروح القاعة بتاعتي هلاقي موجود على الباب في التوقيت بتاع الورشة اللي انا اخترتها اسم مقدم ورشة العمل، اسم او عنوان ورشة العمل اللي انا هحضرها. فكده اقدر اعرف القاعة اللي هيتم تنفيذ فيها ورشة العمل اللي انا مهتم ان انا احضرها، ويبقى سهل علينا نتابع الجدول ونتابع المواعيد ونقدر نعرف القاعات اللي هيتم تنفيذ فيها الورش اللي موجودة في فندق تيوليب اللي بيستضيفنا خلال فترة المؤتمر يوم 27 28 فبراير 1 مارس. ان شاء الله نستمتع بوجود حضراتكم معانا وتستفادوا من ورش العمل اللي هيتم تقديمها من خبراء وممارسين محليين من مصر ومن الوطن العربي وكمان من دول اجنبيه. ان شاء الله نستفاد كلنا بهذا المؤتمر.